الموضوع راجع لعدم الاستقرار، فبالتالي تم تأجيل الدراسة، وده يعني أعتقد إن هو شيء لا يبشر بخير. يعني أحسن علشان الطلبة أولا يبطلوا مظاهرات، وتحيا مصر ويحيى السيسي. لو المفروض إن أنا هأجل بناء على أي أساس؟ عشان الأمن. كنتوا فين أنتم من 3 4 أشهر؟ الأمن ده كان نايم فين؟ عشان كده انا مش موافق على تاجيل الدراسه، والدراسه تبدا في موعدها. بيتهيألي شيء كويس على اساس ان البلد تستقر والجامعات تبقى داخله، كل واحد يعمل حسابه وعلى اساس ان الحاله يعني تمشي. انا شايف ان هو الوقت مناسب للتاجيل، لان ظروف البلد اللي بتمر بيها دلوقتي ما ينفعش ان احنا نجازف وننزل للجامعه. انا شايف ان لازم الامور تهدي شويه وبعد كده ربنا يسهل كده والناس تنزل وترجع الدراسه زي ما هي. طالب اللي بيدفع الثمن الضغط.